طبعا انا برحب بالدكتور علي شحاته. الدكتور علي ده صديقي واخويا العزيز طبعا وحبيبي، وكنا مع بعضينا في الغرفه فتره المنتخب يعني في امم افريقيا وفي الاولمبيات. وعلي ده حاجه جميله جدا جدا، انسان مثقف طبعا، انسان رائع، انسان عنده اخلاقيات وسلوكيات، ولاعيب كوره كبير بحجم كبير، عنده فنيات، يملك الشخصيه، يملك المهاره، يملك القوه، يملك السرعه، يملك كل حاجه كويسه يعني دفاعيا وهجوميا. طب كان نموذج للباك رايت طبعا الدولي. فعالي انا عشرته كتير جدا ولقيته ونعم الاخ، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه. هو علي طبعا هو يلعب اهلي يلعب زمالك دي حقيقه، بس هو في التمرينات كانت اللعيبه الموهوبه كتيره جدا. وعلي اصل في حاله مش متاع يعني، كان مركز في دراسته وشاطر جدا في دراسته ونابغ ما شاء الله، ونجح طبعا في يمكن هو ما اهتمش قوي عشان كده ما كانش في اهلي وزمالك، ان هو نجح في المقاولين باقتدار وخد معاهم اكتر من كاس بطوله في كاس افريقيا واكتر من دوري. ويكفي ان هو فرض نفسه على لعيب الاهلي والزمالك في الثمانينات، وكان باك رايت منتخب مصر في 86 و84 وفي الاولمبياد. فعلي ده نجم كبير جدا، ونجم في اخلاقه وتصرفاته وحبه طبعا واحترامه للناس، ونجم في كل حاجة، ونجم في الكورة. فبتمنى له التوفيق وأقول له وحشتني يا دكتور كتير جدا، وإن شاء الله أشوفه قريبا بإذن الله تعالى، ولازم أشوفه بإذن الله وأطمن عليه إن شاء الله. فطبعا لعبنا مع بعضينا ماتشات كتير جدا، أمم أفريقيا وأولمبيات وتصفيات كأس عالم. فعلي كان ما شاء الله يعني، وبالذات لما في 86 لما خدنا البطولة وشاط ضربة جزاء يعني، وسجلها باقتدار كبير جدا يعني، ده يدل انه نجم كبير ولعيب كبير طبعا. انا بحبه جدا في الله طبعا، وبقول الحمد لله على السلامه وحشتنا يا دكتور طبعا، وان شاء الله اشوفه دايما بسعاده وبصحه وبعافيه، وان شاء الله اشوفه احسن حال بامر الله تعالى، وبتمنى له التوفيق دايما يعني. الحمد لله على السلامه يا دكتور، وحشتنا طبعا مفيش كلام، وان شاء الله انا منتظر ان اشوفك، لان انا بتعود ان كنت اشوفك دايما يعني وازورك وتزورني مفيش كلام. وبقول لي كابتن مصطفى طبعا منور الدنيا كابتن مصطفى، موفق دايما، وبرنامج جميل جدا جدا، بتمنى لك التوفيق طبعا مش كلام. وبفكركم انتوا الاثنين باب بضربة الجزاء اللي كانت في 86. انت فاكر يا كابتن مصطفى لما كنا مقابلك اقول لك انت ايه اللي وداك للبنالتي، انت ما كنتش في الخمسه خالص، كنت تقول لي انا هعمل ايه ما انا كابتن منتخب مصر. كابتن مصطفى شخصيه جميله جدا ولذيذ وانسان متواضع وحاجه جميله جدا لا تكرر بصراحه يعني. وعلي طبعا حاجه جميله جدا، فانا سعيد جدا انتوا اتنين مع بعض موجودين، وشكرا للبرنامج ان بيجيب الناس الطيبه الكويسه اللي ادت وخدمت البلد على اكمل ما يكون، وخدمت الكره المصريه وشرفتها. فبالتوفيق يا كابتن مصطفى، وربنا يوفقك يا كابتن، وبالتوفيق يا كابتن علي، والحمد لله على السلامه يا دكتور، وان شاء الله اشوفك قريبا باذن الله تعالى ان شاء الله. اولا متشاكين على الكلام الطيب اللي انت قلته يا حاج ربيع، بس انت عارف انا ايه اللي وداني، انا لا كان ليا في ضربات الجزاء ولا ليا في حاجه، انما بعد خروج الخطيب مصاب هو وطاهر ابو زيد، لقيت مايكل سميث بيقول لي روح، وحكيت اكتر من بره، ما كانش انا ما انا يعني انا مش محترف ضربات جزاء، انما في التمرين كنت بعملها كويس، انما في الماتش تختلف تماما يعني. ان شاء الله احنا في انتظارك في حلقه من حلقات المجري، انك تستحق التقدير، لان انت كنت لعيب على مستوى عالي جدا وخدمت النادي الاهلي، قدمت الكرة المصرية، فمن حقنا ان احنا كمان نظهر كل الجوانب الطيبة اللي في ربيع ياسين. هتقول ايه ربيع ياسين؟ اقول له بارك الله فيك والف شكر على الكلام الجميل ده، وانت الافضل وانت الاحسن، ويعني الواحد احنا سعداء وساعدنا اكتر بكلامك الجميل ده. وما انساش اصل ربيع ده اخويا يعني طبعا. يعني ده عشرة العمر وفي الأوضة في كل حتة في كل البطولات، وما انساش فضله عليا ربيع. أنا كنت بامتحن ماجستير وأنا كنت بلعب معاه، وكنت بجيب الكتب وأذاكر في الأوتيل، وهو يقول لي هجي لك الحتة دي وهجي لك الحتة دي. لا والله بس ركز على الحتة دي، تشوف عنده الحجاب. ولما أجي من الامتحان يقول لي إيه جات لك الحاجات اللي أنا جرعتها لك. ما شاء الله ما شاء الله، هو حبوب حبوب. لا ربيع شخصية جميلة وبركة وانضباط وسلوك وأخلاقيات وكفاءة بقى في اللعب. أنا مش هتكلم على ربيع كلاعب، هو فرض نفسه، لعيب يشهد له ملايين الناس، فرض نفسه على الساحة. الشخصية الجميلة بقى في السلوك وفي الانضباط وفي الاحترام وفي المعاملة دي اللي الناس ما تعرفهاش عن ربيع.